بسم الله الرحمن الرحيم. في نظام الـ iOS 15 أضافت أبل مميزات كثيرة، فقبل ندخل في التفاصيل أتمنى أنكم تشيكون على الرابط الموجود في وصف الفيديو تحت، راح تكون فيه كل شروحاتي عن نظام الـ iOS 15، وأيضا تعطوا لايك لهذا الفيديو وتشتركون بالقناة. ففي نظام الـ iOS 15 حسنت أبل من الويدجت، فالآن لو أنت جيت استمريت بالضغط وضغطت على علامة الزائد اللي موجودة في الأعلى، فأضافوا ويدجت جديدة، فأضافوا جهة الاتصال الآن، بإمكانك الاختيار من ضمن الخيارات المتعددة اللي راح تظهر لك، وأيضا أضافوا الأب ستور، بإمكانك أيضا أنك أنت تختار من ضمن الوجهة اللي موجودة، وفي إضافات أيضا لتحديد المواقع والنوم. أنا اللي عجبتني تحديد الموقع، لأنه خصوصا لو كان عندك الأير تاجز فراح تقدر الآن توصل لها بطريقة أسهل عن طريق الوجهة. وأضافوا أيضا إضافات على بعض الوجهة اللي كانت موجودة من أول. فعلى سبيل المثال الآن في الملفات تقدر تختار من ضمن الأشكال اللي موجودة، فالآن أنا بختار هنا الوجهة الكبير، فالآن بختار إضافة أداة. فالآن لو جيت تضغطت عليها فتقدر أنك أنت تحدد الملف اللي حاب أنه يظهر لك في الوجهة، فلو كانت عندك ملفات مهمة راح تقدر توصل لها بسهولة الآن عن طريق الوجهة. وأيضا من التغييرات أنهم الآن عملوا تغيير إلى ستاك وجهة. فالآن على سبيل المثال لو جيت أنا دخلت على ستاك ويدجت وحبيت أني أعدل عليها، مجرد أني أضغط عليها الآن فالآن أقدر أني أتصفحها بشكل عمودي، في السابق كان بشكل أفقي، والآن بإمكاني تغيير التدوير الذكي، أو أنه الآن في اقتراحات الأدوات أقدر أني أفعلها بواجهة جديدة برأيي أنها أفضل من اللي موجود في نظام الـ iOS 14. فهذا اللي أنا حبيت أوضحه اليوم عن التغييرات في الويدجت في نظام الـ iOS 15. لو كان عندكم أي سؤال أو استفسار أتمنى أنكم تكتبونه تحت في خانة التعليقات أو تسألوني على السناب. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.